ومعنا من لندن عبر الهاتف محمد أبو العينين الكاتب والمحلل السياسي. سيد محمد مساء الخير. وبداية يعني قطر ترى أن الحديث عن دعمها واحتضانها للجماعات الإرهابية يمس سيادتها، ألا ترى أن الدوحة بدأت تستنفد مصداقيتها وتهرب بعيدا عن واقعها وعن الأزمة الحالية؟ يعني في تقديري أن التعاطي القطري ومنذ بداية الأزمة واتباع سياسة ما يطلق عليه سياسة المراوغة والتسويف وإطالة أمد الأزمة على أمل أن يكون هناك ما يمكن أن نطلق عليه تخفيف لحدة هذه الأزمة ومحاولة تفادي آثار ما يمكن أن نطلق عليه حالة الرفض المحيط الإقليمي لها للسياسات القطرية، أعتقد أنها الآن باتت في مأزق كبير حتى بعد اتباع سياسة ما يطلق عليه دبلوماسية البيزنس ومحاولة عقد صفقات واستغلال علاقتها مع بعض الدول الأخرى للتسويف في هذه المسألة. أعتقد أنها الآن باتت على المحاك، وبات من اللازم ومن الضروري في الوقت الراهن أن تحسم قطر علاقتها بهذا الملف، وأن تحاول بقدر الإمكان الوصول إلى توافقات مع جيرانها الإقليميين الذين ثبت بطبيعة الحال أنها لم تستطيع أن تستمر في هذا الأمر مع هذه العلاقات المتوترة مع محيطها الإقليمي. نعم سيد محمد، العلاقات القطرية الإيرانية السرية سابقا تدخل منعطفا جديدا من بوابة العلاقات التجارية، يعني هل تعتقد أن حلفها مع طهران يمكن أن يشكل لها بديلا لحاضنها الخليجي والعربي، أم هي أداة جديدة للضغط تحاول، أو وإن كانت هذه الأداة ملتوية على دول الخليج؟ من الصعوبة بمكان في نهاية المطاف أن تمثل بديل. خلينا نقول أنه منذ عام 1995 وهو يعني الانقلاب الذي حدث في قطر من الأمير الأب على الأمير لصالح الأمير الابن، والذي تولى الآن ابن الابن المسيرة، أعتقد أنه قطر اتبعت استراتيجية أيضا، استراتيجية جمع متناقضات. جمع المتناقضات بمعنى أنها ذهبت للتحالف مع بعض الجماعات الإسلامية المتطرفة التي تتبنى خيارات معينة كأحد معادلات علاقتها مع جيرانها الإقليميين، أو أحد الوسائل أن تحاول بها أن تتجاوز أو أن تؤثر في علاقتها مع جيرانها الإقليميين. أعتقد أنه محاولاتها الآن للاستعاضة بالعلاقة مع إيران عن محيطها الإقليمي من الصعوبة بمكان، سواء من الناحية السياسية أو من الناحية الاقتصادية. من الصعوبة على دولة بهذه المساحة وفي هذه البقعة الجغرافية وبهذا التشكل الجغرافي أن تستمر في قطيعة مستمرة مع جيرانها بهذه الطريقة، ولابد أن تنسجم قطر مع محيطها الإقليمي بحيث تصبح دولة قادرة على التعاطي مع متطلبات هذا الموقع الجغرافي وهذه الجغرافيا السياسية. نعم محمد أبو العينين الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.